قاعد هنا في عزبة خير الله بقى لي 10 سنين. كانت القطة بتعمل وساخة على السرير وحمامات وبتاع، وكنت اتكلم مع الولية واشتمها وبتاع ونغير مراتب ونغير ده كله. وفجأة بص دخلت لقيت القطة قاعدة على البطانية بس مش عايزة تمشي، تتحرك شمال يمين مش عايزة تمشي، رحت جايب الأمشة رحت ضاربها طلعت تجري. نمت أنا عادي مفيش أي حاجة. تابعنا الصبح بعد صلاة الظهر كده هو لقينا النار مولعة في قلب الدولاب. حوار القطط كان بيخش يعملوا عندنا مشاكل، طبعا احنا بنعملوا حمام على السرير وكده، رحت انا جايبه السم سماهم ورمياهم لما ناموا في الزباله. دلوقتي اصبح تاني يوم الجمعه لقيت القطط موجوده عندنا برضو في البيت. كل ما نهش القطط زي ما البيت عندنا يولع من هنا وعند والدتي، جبنا شوك كتير ما عملوش حاجه. كل شيخ يجي يقرا قران ويقول لك كده ما فيش حاجه، حطيت عبايته وعباية بنت في قلب الدولاب وقعدنا هنا ما فيش 10 دقايق لقيت الدخانه، دخلنا نجري على جوه لقينا النار وصل للسقف واحنا مش عارفين نعمل ايه. واحنا دلوقتي احنا قاعدين في الشارع، البيت بتاع الحاجه السقف بتاعها كله ولع، جينا طفناه خلصنا السقف لقينا دخل عند بنتها، راح برده مولع في المراتب. طفينا المرتبه في اوضه الاولاد لقيناه ولع برده في ايه في اوضه جوزها، ونطفي هنا نولع هنا. وبعد ما خلصنا برده عندها رجع عند الحاجه تاني لحد ما صفى كل حاجه الحاجه وحاجه ام احمد اللي هي بنتها. هم حاليا دلوقتي قاعدين في الشارع مش عارفين نعمل ايه بالظبط. جينا بنشغل قران، القران كان شغال على الشاشه زي الفل ما فيش اي حاجه. فجينا لقينا القطط قطعت السلك بتاع الطبق بتاع الدش من فوق، فصل الجهاز من تحت. بعديها بحبه كده فوجئت لقيت قطه، فبهزر معاها يعني بطلع من الناس اللي هي فيه وبهزر معاها، القطه مغمضه عينيها فلقيت القطه مفتحه، ففوجئت لقيت عينين القطة كده بتنزل زي دم. فزوج الست اللي هي أذت القطط دي فبيحتفى ببطاطاية كده، فنزل لها هدومه كلها في الدولاب ولعها. بنطلب إن احنا ربنا يرحمنا برحمته من اللي احنا فيه ده. أنا مش صغيرة ولا بنت صغيرة، والبنت بنتها اتعورت لوحدها كده، دخلت الحمام طلعت رجليها الاتنين، واحدة مفتوحة 8 غرز والتانية مشردة 8 غرز، 8 شروط في رجليها، ولا شايفين حاجة ولا محتاجة. بالليل تلاقي يجي اكتر من 30 قطه يفضلوا يوعوا لحد الصبح، ولا واحنا قاعدين في الشارع ونايمين في الشارع ومش عارفين يهدلنا بال ابدا، وتعبنا والله تعبنا في الدنيا كلها. انا تعبت، كنت قاعده هنا مع ماما وبابا واخواتي، لقيت حرقان في رجلي، فبص لقيت خرابيش. ماما قالت لامي تودوا صلي، دخلت لسه بفتح حنفيه لقيت رجلي حرقان في رجلي الثانيه، فبص لقيتها بتجيب دم كلها.